السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا، وهنعمل طبعا ازاي بتسخني الرز، طريقة جديدة جدا مختلفة دي يا جماعة، على يعني ايه، على طريقة واحدة كده سورية كانت موجودة عندنا، فيعني ايه كانوا الناس بيقدموا لها الاكل وكده، فقالت لهم الاكل ده، يعني عرفت يعني ان هما انه يعني ان هو ده كان من متبقي عندها عندهم من اكل قبل كده، فراحت قالت ايه انا اوريكم ازاي بقى يعني الرز بتسخنيه، وبتسخنيه بطريقه جميله جدا ما بيبانش ان انتي مسخناه اصلا. يلا بينا نبدا وصفتنا مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. اول حاجه عندك الرز، اي نوع رز لو انتي عاملاه. بصي انا عامله الرز ده، وكان كنت عامله جنبه اكل وكده، فاتبقى منه كتير بصراحه، فايه طبعا مش هرميه، عملت بيه وصفات. بس لو انت عايزه تسخنيه زي ما هو كده ما تعمليش بيه اي وصفات، هتعملي ايه؟ بصي اول حاجه عندي الرز بتاعي مزيت، شايفين ازاي ومفرفر معايا كده حلو خالص بصراحه. فهبدا بقى دلوقتي نبدا نقسمه كده، واوريكم طريقتين لتسخين الرز. لو حابين اكتر من طريقه ابقوا قولوا لي برده في الكومنتات وانا هوريها لكم. وطبعا اول حاجه هعملها ان انا هقسم الرز، هاخد حبه هنا حبه هسيبهم هنا اعملها بطريقه، والجزء التاني هقسمه عشان اعمله هنا بطريقة تانية. بس الاول هاخد اللي انا قسمته، هبدأ ان انا اقسمهم في بولة كده اهو، هخليهم هنا كده عشان ايه اعمل بيهم، اوريكم الطريقة التانية لتسخين الرز هتعجبكم باذن الله جدا جدا، يعني دي فعلا ما بيبانش فيها خالص انك مسخنة الرز اهو كده كفاية. والطريقة دي هقول لكم، بصي يعني ده ايه يعتبر القعر اللي كان موجود عندي، هي طبعا مزيتها. لو انتي مش حابة ان هي يعني لو انت حابه ان انت تخليها طبعا، لو انت حابه تسخنيه زي ما هو كده طبعا هنسخنه، بس ايه هو مزيت معايا انا مش هضيف له زيت، انا هحط له شويه صغيرين كده من الميه، يعني يا دوب بصي حوالي معلقتين بالظبط من الميه مش اكتر. حابه تزودي له توابل مفيش مشكله، حابه تعمليه بالكركم بقى والكاري والحاجات دي مفيش مشكله، لو حابه تحطي له مرقه دجاج برضو اوكي، بس انا مش هحط له بصراحه، لان يعني ايه ما تحطيش من المرقه غير في النادر خالص. تعالوا بقى هنطلع على النار ونشوف هنعمله ازاي، يلا بينا. اول واحده عندي طبعا هبدا ان انا ايه اشغل النار معايا كده بسم الله، وبعد كده هعمل ايه ههدي النار على الاخر اهي كده. وكمان يا جماعه لو عندك شياطه اللي هي زي دي، معلش هي دي بقى حالتها صعبه، إيه لو عندك شياطه منها هتحطيها، لو ما عندكيش هتهدي النار على الاخر وبعد كده بتبداي تحطي الرز، وهنغطي عليه بقى يا جماعه زي احنا متعودين عادي جدا كانك بتسوي رز اهو كده. وطبعا من وقت للتاني هتبداي ان انت ايه يعني ان انت تقلبيه، وهنغطيه بقى معانا بالشكل ده كده وايه، وبعد ما وبعد شويه هنعريه ونقلبه برده ونشوف ايه هيبقى معانا عامل ازاي. دلوقتي بقى عندي الطريقه التانية، هبدا احط كده ايه الحله على النار، هضيف عليها حاجه جميله جدا، بصي بقى اول حاجه هنعملها هنسيب الحل الاول، لو فيها اي قطرات من الميه زي كده او اي ميه تبدا تتشرب معايا تبقى الحله ناشفه تماما لحد ما تنشف الحله، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه تاني اهي كده. لسه اهو كده خلاص الحله اتشربت معايا تماما، شايفين ما بقاش فيها اي قطرات من الميه. هنبدا بقى ننزل عندي مكرونه اهي كميه كويسه، طبعا اعمليها بالطريقه اللي تنزلت. بصي بقى انا هسيبها كده في تاخد يعني ايه هسيبها كده شويه لحد ما تسخن معايا، مش هضيف لها زيت في الاول لان احنا حاطين طبعا للرز بتاعنا زيت كتير، فكنا حط يعني انا كنت عاملاه بالزيت، فمش هضيف له الزيت في الاول، هسيبها تسخن كده شويه. ممكن ان انت تحطيها المكرونه دي في الفرن لحد ما تتحمص معاكي وبعد كده تطلعيها. ممكن على فكرة كمان في تخزينات رمضان ممكن تعمليها في الفرن تحمصيها وتحطيها في الفليزر، وكل ما تعوزيها تطلعي منها على قد الكمية اللي انت محتاجاها وتعملي بيها. لو انت طب مش عايزة ممكن تحمريها برضو وتعمليها بنفس الشكل ده، ايه يعني لو انت جاية مثلا من شغل ولا حاجة ومستعجلة او عندك عزايم ممكن تعملي كده من قبلها. هبدأ بقى دلوقتي ان انا اضيف لها، بصوا بتبدأ تلون معايا ازاي اهي، مش عارفة اخدين بالكم منها ولا لأ، اللي هي الابيض ده اللي فيها. طبعا لو انت سبتيها كده هتبدا تلون معاكي اهي، باينه حتى في لونها. انا بقى هضيف لها زيت بس كميه بسيطه جدا من الزيت، مش هضيف كتير بصراحه اهي بسم الله.
يعني يا دوب معلقه بس. بس طبعا ايه بمجرد ما بتقلبيها فيها بتلاقيها ايه بقت يعني بقت زيتت كده كلها المكرونه اللي عندي. اهو ممكن من وقت للتاني نقلبها ونعملها كده اهو. عشان بس ايه تقلبيها كويس عشان ما تلسعش منك. طبعا بقلبها معايا لحد ما تحمر كويس جدا بالدرجه اللي انت عايزاها. ما تنسوش ان الناحيه الثانيه احنا حاطينها على النار ومهدين النار عليها جدا عشان ايه تاخد تسخن معايا وفي نفس الوقت ما تعجنش وتبقى يعني ايه قوامها كويس. خلاص انا شايفه ان هي كده اخدت لون معايا كويس جدا. بسم الله. سموا بقى يا جماعه قبل ايه ما تنزلوا بالميه. بسم الله. مش هحط طبعا ميه كتير، انا هحط يا دوب حبه ايه ان هما يغطوها بس وايه ويبداوا كده يدخلوا في التسويه معايا. لو حابه تضيفي مرقه دجاج هتبقى ايه حاجه بسيطه جدا او بهارات. انا هضيف لها رشه ملح، رشه بسيطه اهي كده. هغطي عليها شويه اهي، مش هعري عليها. بصوا كده عامله ازاي. هسيبها بقى تستوي كده مع بعض مع نفسها شويه. بصوا بقى عندي هنا يعني الناحيه الثانيه كده عامله ازاي اهي. لو فيها قعر بقى ولا اي حاجه بتلاقيها ايه فكت معاكي بمنتهى السهوله اهي. والرز بتاعك برضو لسه مفلفل ما فيهوش اي مشكله. بصوا حتى القعر بتاعي القعر بتاعها كمان عامله ازاي، فكت معايا وبمنتهى السهوله وبقت جميله جدا اهي. هسيبها بقى لحد ما تسخن خالص وبعد كده اوريها لكم. عندي بقى يا جماعه خلاص بدات تتشرب معايا المكرونه. بصوا بقت عامله ازاي. هبدا بقى ان انا انزل كده بالرز. بسم الله. ونبدا بقى نديها تقليبه كده. بسم الله. وتهدي بقى النار على الاخر خالص وتسيبيهم بقى ايه يتعايشوا كده مع بعض. بس شوفي بقى بقيت عامله ازاي كده اهي. وهنغطي عليها يا جماعه لحد ايه ما تسخن والمكرونه كمان تكمل تسويتها معانا وبعد كده نطلعها وتشوفوها. دلوقتي بقى يا جماعه هنبدا نغرف اول حاجه معانا وهي الرز بالشعريه. شايفين بقى الشكل عامل ازاي دلوقتي. بصوا طبعا البخار طالع منها ازاي. نبدا نغرفها كده. لو انت حابه تعمليها اشكال مفيش مشكله، ولو مش حابه برضو يعني ايه براحتك. حابه مثلا تعملي في طبق وتروحي قلباه يعني هنا الطبق اللي هو في بوله يعني او في حاجه مفيش مشكله. بس حابه اوريكم بقى شوفي كميه الدخان بتاعه ازاي استوى معايا. سخنته معايا بطريقه جديده كده يعني ايه مختلفه شويه. لو هو عندك مثلا رز ابيض ممكن تعمليه كده، لو عندك رز برضو بشعريه ممكن تعمليه بنفس الشكل كده اهي. شايفين عامل ازاي بقى، شايفين بقى مفرفر ازاي، ولا طبعا معجن ولا في اي مشكله. وفي نفس الوقت سويت معاه المكرونه الشعريه وكانه ريحته كانك لسه عاملاه دلوقتي حالا، مش ان هو رز بايت عندك وانت سخنتيه بقى والجو ده. لا والله ريحته جميله جدا وكانك لسه فعلا عاملاه دلوقتي اهو. شايفين بقى عامل ازاي. نبدا بقى ايه نلمه كده شويه. دي كده ايه كانت طريقه من طرق تسخين الرز، يعني حاجه مختلفه كده وبسيطه وطبعا ايه متوفره عندنا في اي بيت. نيجي بقى يا جماعه للطريقه الثانيه اهي. الرز برضو سخناه، ده ما اخدش معانا اي وقت خالص ولا اي مجهود ولا طبعا مكرونه ولا اي حاجه، زي ما هو. الطريقه دي ممكن تعمليها لو انت عامله رز بكركم، رز بطماطم، رز ببصله، باي شكل من اشكال الرز هننزل بيه برضو كده. بسم الله. شايفين طبعا الدخان طالع منه ازاي، يعني سخن معايا كويس جدا اهو. طبعا شايفين بصوا مفرفر كده ازاي وجميل.
دول كده يا جماعه كانوا طريقتين الرز بتاعنا اللي احنا عملنا بيهم. في طبعا كذا طريقه، ممكن تعملي باي طريقه انت حباها. ممكن تحطي مثلا مصفى ولا حاجه وتعمليها على البخار بقى والجو ده، برضو بيبقى جميل جدا. يا رب بقى الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.